نحن بلشنا في آخر محاضرة بالفانكشنز أو بالشابتر 4 مادة سي اس 110. الفانكشنز اللي هي عبارة عن بلوكس اوف ذا بروجرام، هي عبارة عن أجزاء من البرنامج، زي ما أنا الآن أو ما قاعدة يا برمجية حكينا عنها إنه ديفايد أند كونكر، بسموها قسم يا يعتسد. فإذا عندك بروبلم أنت بتقسمها إلى عدة سب بروبلمز، وبعد هيك بتعمل على سوليوشن أو بتعمل على حل كل سب بروبلم، وبعدين بتجمع هاي الحلول مع بعض وبيطلع عندك الحل النهائي. فالآن كيف أنا بدي أعمل حلول للسب يا بروبلمز؟ بعمل حلول لها عن طريق الفانكشنز، عن طريق جزء من البرنامج نحن بنسميه فانكشن. هذا الفانكشن هذا الشكل العام اللي لإله أنا بعرفه عن طريق جملة ديف ديفينيشن. بعد هيك الفانكشن نيم، اسم الفانكشن واسم الفانكشن بتسميه بناء على الفاريبل نيم. زي ما انت بتسمي الفاريبل نيم بنسمي هون اسماء الفانكشنز بنفس الرولز، بنفس الستاندردز، بنفس القواعد، بنفس الرولز. بعد هيك الان في عندنا القوس والبارامترز تبعون الفانكشن اللي هم الانبوت اللي انا بقدر اوديها او ابعثها للفانكشن، بارامتر 1، بارامتر 2، بارامتر 3 الى اخره، وبيناتهم كما. وممكن اعمل فانكشن ما في ولا بارامتر، ما في اشكاليه، ممكن اعمل فانكشنز ما في ولا بارامتر، النقطتين. بعدين عندك البادي للفانكشن، هذا هو البادي او الفانكشن سوت البادي، وينتهي بجمله ريتيرن، ينتهي بجمله ريتيرن اللي هي القيمه راح ارجع لك اياها الفانكشن. من الفانكشن لما اعمل كول لإله، لما اعمل استدعاء لإله برجع لي قيمه اللي هي الريتيرن فاليو، برجع لي قيمه الريتيرن فاليو. فهذا الان الشكل العام عشان اكتب اي فانكشن. طيب الان في عندنا مثال، اوكي مثال هنا او اكسرسايز، رايت ا بايثون كود بروجرام تو كالكوليت ذا سيليسيوس فروم انبوتد فهرنهايت يوزنج اند ديفايننج ا فانكشن كولد F2C. فالان انا بدي اكتب برنامج بايثون بحيث ياخذ لي الحراره بالسيلسيوس، عفوا ياخذ لي الحراره بالفهرنهايت ويحول لي اياها الى سيلسيوس، ياخذها بالفهرنهايت ويحول لي اياها الى سيلسيوس عن طريق المعادله اللي امامنا، انه اي حراره بالفهرنهايت نحن رح نطرح منها 32، وهذا الناتج انا بضربه ب 5 على 9، بضرب الناتج ب 5 على 9، فانا هيك بحول الحراره من فهرنهايت الى سيلسيوس، من فهرنهايت الى سيلسيوس. فبدي اعمل فانكشن اسمه اف تو سي، احول لي من فهرنهايت الى سيلسيوس. فالفانكشن عندنا هي هنا ديفاين اف تو سي، هذا اسمه للفانكشن، بياخذ عندي بارامتر واحد اللي هو تي، اللي هو الفهرنهايت، اللي هو الفهرنهايت، الحراره بالفهرنهايت. فالبادي تبعه ريتيرن الحراره بالفهرنهايت ماينس 32، الكل مضروب ب 5 على 9، اللي هي المعادله هي، عشان احولها الى درجه مئويه او الى يعني سلسيوس. الان في المين كود عندنا تي يساوي فلوت اوف انبوت اوف انتر ذا تمبريتشر اف يساوي. فانا الان هون بدي اخلي اليوزر يدخل الحراره بالفهرنهايت، فاليوزر بدخل لي اياها كسترينج، بحولها الى فلوت وبخزنها كفلوت بفاريبل سميته تي، بفاريبل سميته تي. بعد هيك اف تو سي للتي ارسلنا الحراره اللي نحن قراناها بالفهرنهايت، والان بيتم عمل كول للفانكشن اللي هي اف تو تي اف تو سي، بيتم عمل كول للفانكشن وارسلنا له تي اللي هي الحراره اللي انا قراتها هون بالفهرنهايت، بيتم كولينج للفانكشن، فبطرح من التي 32 بضربها ب 5 على 9 وبيعمل ريتيرن لهي الفاليو، وهي الفاليو راح يخزنها بالفاريبل سي. بعد هيك انا بطبع ذا تمبريتشر تي اللي هي اف از بالحاله اللي هي سيلسيوس. فانا هيك بطبع الحراره بال يعني فهرنهايت قديش بتساوي كدرجه مئويه، قديش بتساوي كدرجه مئويه. فهذا هو الكود اللي لازم او المطلوب عشان اعمل فانكشن واعمل كول لإله، عشان اعمل فانكشن واعمل كول لإله. طيب الان اول سؤال انا بدي اساله يا شباب، اول سؤال انا بدي اساله الان، هون التي اللي هي الحراره بالفهرنهايت
بقدر أنا أستخدم هنا مثلا أحكي A وهنا أحط بداله A وأعمل كول للفانكشن بالطريقة هاي ولا لا؟ هل هذا الإشي صح ولا لا كبرمجة؟ هل هذا الشيء صح ولا لا؟ لا دكتور، إنه لازم تكون معرفة بالمعادلة. مطلوب تكون معرفة بالمعادلة. مين عم يشارك معنا؟ مرام. أوكي، هاي زميلتكم مرام تحكي لا. طيب مين إله رأي ثاني أو مين يعني بوافقها لزميلتكم مرام؟ أنا هون بالمين بدي المتغير أخزنه بـ A وأعمل call للفانكشن F to C وأبعث له A. بزبط هذا الإشي ولا لا؟ يعني كبرمجة صح ولا لا؟ هي كلها رموز ما بتفرق يعني. كلها رموز ما بتفرق، تمام. هي زينب لها رأي ثاني إنه ما بتفرقش، هي رموز. وهذا الحكي صح، كلام زميلتكم زينب صح، إنه الآن لو غيرت من تي لأي ما في مشكلة. لو غيرت أنا من تي لأي ما في مشكلة. هنا A بقرأ الحرارة بالفهرنهايت بخزنها بـ A، بعد هيك عملت call للفانكشن F to C وبعثت له A، ما في إشكالية، ببعث له A فA بيتم إرسالها إلى T، ما في مشكلة. وبيعمل لي المعادلة هاي وبيعمل return للفاليو، فالفاليو تتخزن بـ C، بتطبع لك الحرارة بالفهرنهايت والحرارة بالسيلسيوس، فما في مشكلة، ما في مشكلة. وأسميها A ولا أسميها B ما في إشكالية. وهي النقطة أنا حكيت عنها في المحاضرة الماضية، نقطة أنا حكيت عنها في المحاضرة الماضية. لكن جوا الفانكشن هنا، جوا الفانكشن ما بزبط أني أنا بياخذ بارامتر T وهنا أنا أحكي A، هنا أنا أحكي A. منين إجت الA هاي هنا؟ منين إجت؟ فهنا ما بزبط أني أنا أستقبل البارامتر كT وجوا الفانكشن أنا أتعامل مع variable آخر زي A أو B أو C. طب منين إجا B A أو B أو C؟ فبالحالة هي ما بزبط، بالحالة هي ما بزبط. أما هنا إني أسمي المتغير بدال T أسمي A أو B، ما في إشكالية، ما في إشكالية بذلك. واضح يا شباب؟ واضح؟ واضح يا صبايا يا شباب ولا لا؟ واضح دكتور. طيب خلينا الكود نطبقه، هذا الكود موجود عندنا. طيب السترينجز هذا راح الغيه كله، هي بيست. اوكي هي الفانكشن عندنا الكول له، هون غيرنا. اوكي خلينا ننفذها مثل ما هو. طيب الان هي نعمل ران، لاحظوا معي انتر ذا تمبرتشر اف باللي هي عن فهرنهايت، مثلا دخلنا 100، دخلت 100، لا بده يطرح ال 100 من 32، بعد هيك اضربها ب 5 على 9. انتر أعطاني ذا تمبريتشر 100 إن فهرنهايت إز 37.78 بالسيلسيوس، حول لي إياها من فهرنهايت إلى يعني سيلسيوس. والتأكيد الآن البعض منا إذا بده يفتح الكالكوليتر ويطرح ال 100 ماينس ال 32 يساوي اللي تطلع 68 ضرب 5 تقسيم 9، فبيطلع 37.77، قرب لي اياها ل 37.78 لانه انا حاكي له انه بدي اياها بخانتين عشريات بس. اوكي لانه لو غيرنا هون متغير تي ل A زي ما حكينا، وغيرنا هون متغير من تي الى A، ما في مشكله، ما بيعمل كول للفانكشن هذا بدي له A،
زي ما انا الان ممكن اعمل كول للفانكشن او ادي له 20 او 30 او 40 كرقم، ما في مشكله، بودي هذا الرقم او هذا الفاريبل A الى البارامتر T. فرن اوكي. The temperature in Fahrenheit هي 70 انتر، اعطاني عليها ايرور، اعطاني عليها ايرور. طب مين يحكي لي الان ايش المشكله اللي عندي هنا؟ F to C حاطين T لازم تكون ايه؟ اوكي انا حاطط T بالضبط، والT مش معرفة هنا، مش معرفة هنا. الان ممكن طالب يحكي لي طب هي معرفة بالفانكشن، هذا الاشي رح ناخذه بعدين، هو بنحكي عن السكوب. السكوب انه في عندنا لوكال فاريبل وعندنا جلوبال يعني فاريبل. الفانكشن له فاريبلز بداخله، له فاريبلز بداخله، خارج هذا الفانكشن T مش معروفة. يعني التي تبعت الفانكشن هي معروفه جوا الفانكشن بس، خارج الفانكشن ما لها علاقه، مش موجوده بتكون. فانا مع انه انا هون بستعمل بالمين بروجرام تي، وتي مش معرفه عندي هون، فعشان هيك اعطاني عليها ايرور اللي هي نوت ديفايند. بينما جوا الفانكشن تي موجوده، لكن تي اللي جوا الفانكشن هي بنسميها لوكال فاريبل. لوكال فاريبل لانه اي فاريبل معرف او مستخدم، يعني معرف جوا الفانكشن او موجود في البارامتر تبع الفانكشن، هذا بسموها اللايف تايم اللي لاقيله ما دام الفانكشن شغال، يعني جوات الفانكشن معروفه، خارج الفانكشن مش معروفه. عشان هيك اعطاني هنا ايرور على التي، فانا مطلوب التي احولها الى ايه، لانه هنا مستعمل ايه ك يعني سيلسيوس كفهرنهايت. عفوا هيرن دخلنا فهرنهايت 70 انتر، اعطاني اياها بالسيلسيوس راح تكون 21.11. فهذا هو الكود عشان اعمل الفانكشن، هو بيحول الحراره من فهرنهايت الى سيلسيوس، من فهرنهايت الى يا سيلسيوس. طيب الان بدي اسال سؤال، انا البادي تبع الفانكشن كم لاين؟ البادي تبع الفانكشن كم لاين؟ اثنين. تو لاين. طيب تو لاين ولا اكثر ولا اقل؟ تو لاين ولا اقل ولا اكثر؟ هلا البادي تبع الفانكشن هيو كم لاين هدول؟ واحد. لاين واحد. البادي تبع الفانكشن عندنا لاين واحد بس، وان لاين. هذا البادي تبع الفانكشن، هذا الديفينيشن اللي لإله. طيب جملة الكول للفانكشن بأي لاين؟ الكول للفانكشن أي لاين؟ سبعة. لاين سبعة. لاين سبعة. الكول للفانكشن لما اعمل كول لإله، اعمل منادى لإله بأي لاين؟ هلا سبعة، هذا هو الديفينيشن للفانكشن. ديفينيشن للفانكشن ايش يا مرام؟ 13. لاين 13 او 14. 13 او 14. الكول للفانكشن وين يا شباب؟ 13. لاين 13 برنت. عفوا 12 بالضبط 12. هذا هو الكول للفانكشن يا شباب، هي الكول للفانكشن، هذا هو الكول للفانكشن بسطر 12. انا بعمل كول للفانكشن باسمه، فهذا هو الفانكشن كول. انا هون عملت كول للفانكشن، كيف اعمل كول للفانكشن؟ عن طريق اسمه. الآن بسطر 13 عندنا كول لفانكشن، لكن البرنت هذا فانكشن ثاني، أنا كان قصدي على الفانكشن F to C. الكول للفانكشن F to C بلاين 12، هذا هو الكول للفانكشن. سطر 13 عندنا كول للبرنت، نعم. سطر 14 عندنا كول لفانكشن البرنت، لكن الكول لل F to C بسطر 12. بسطر 7 عندنا الديفينيشن، التعريف للفانكشن. وسطر 8 هذا البادي اللي لإله. البادي للفانكشن عندنا 1 لاين هنا. ممكن يكون 1 لاين او 2 لاين او 3 لاين الى اخره. وجمله ريتيرن زي ما حكينا هي اوبشنال، ممكن تكون موجوده ممكن لا. يعني بشكل عام، بشكل عام جمله الريتيرن الفانكشن اوبشنال، ممكن تكون موجوده او لا. لكن لحل هي المساله، لحل هي المساله انا بحاجه لريتيرن، لانه المساله بتحكي انه اعمل فانكشن يقرا القيمه، يقرا قيمه الحراره بالفهرنهايت وحول لك اياها الى سيلسيوس. فاذا انت بحاجه لجمله ريتيرن.
اوكي طيب نرجع للسلايد. طيب شباب في حد عنده اي سؤال لحد الان؟ طيب لما اعمل فانكشن انا مثل هيك الكول لإله انا بقدر اعمل له كول كم مره؟ واحده تنتين ثلاثه اربعه، كم مره انا ممكن اعمل له كول للفانكشن؟ يعني لو عملت له كول ثاني هنا حكيت برنت اف عادي دكتور تقدر عادي يعني بقدر اعمل له كول اكثر من مره. اكيد تمام احسنت يا محمد انه بقدر اعمل كول للفانكشن اكثر من مره، مره او اثنين مرتين او ثلاثه او اربعه او 10 او 100 او 1000 انت حر ما في مشكله. هي اف تو سي مثلا لل 60 انا بعثت له قيمه 60 بدي اياه يحول لي اياها من فهرنهايت الى سيلسيوس. ايضا هون راح ادخل قيمه لانه عندي انبوت مثلا دخلنا 50 انتر اعطاني ذا تمبريتشر 50 عباره عن 10 بالمئة سيلسيوس والفهرنهايت بال 60 عباره عن 15.5. فانا بقدر اعمل لوب واعمل كل الفانكشن اف تو سي عدد كبير من المرات. اوكي طيب خلينا الان نعطيكم مثال. خلينا نعمل function definition is even راح ياخذ x راح يعمل return ل x mod 2 equal equal 0 وبعد هيك for i in a range of 100 for i in range of 100 print sorry if is even of i print i. الان هذا عباره عن كود. عندنا function definition is even of x return x mod 2 equal equal 0. يا ترى هذا function ايش برجع؟ مين يحكي لنا ايش يا برجع لي function هذا ايش راح يعمل؟ لما احكي له x مود 2 equal equal 0 هذا الشرط ايش معناه؟ رقم even يعني؟ هل هذا الرقم even او لا؟ بالضبط هل هذا الرقم even او لا؟ فاذا كان الشرط تحقق برجع لك true. اذا الشرط تحقق برجع لك true. او ممكن الان اوضحكم اياه اكثر يعني يمكن هي صار هي cut واحكي POOL1 يساوي X هي فيست X مد 2 equal equal 0 بعد هيك بحكي له return bool 1 return bool 1 فهيك الآن بحسب لي X مد 2 هل هو equal equal 0 هل هو بتساوي 0 أو لا وهي أقواس للتأكيد. بعد هيك بعمل لي return لبول 1 فإذا كان الرقم even برجع لك true. إذا كان هذا الرقم odd برجع لك false. برجع لك false. طيب الآن هون أنا عندي loop. هذا loop رح يمشي كم مرة؟ loop كم مرة رح يمشي؟ هذا إشي بامتحان الميد. for i in range of 100 هذا loop رح يتكرر كم مرة؟ من 0 ل 100 من 0 ل 99 من 0 ل 99 يعني 100 مرة. هذا loop رح يتكرر 100 مرة. تمام كل مره الان راح اشيك على الرقم i هل هو even ولا لا. if is even of i راح اشيك عليها is even of i برجع لك قيمه بوليان اما true ولا false. اذا كان even برجع لك true واذا كان مش even برجع لك false. فانا عم بشيك if is even of i اذا كان هذا الرقم i even
فراح الفانكشن برجع لي ترو، فاف ترو بنفذ لك جمله اللي ما بعد الذن اللي هي برنت اي. فهون بيطبع لي الارقام الايفن، بيطبع لي الارقام الايفن وانا عامل كول للفانكشن، وهذا الفانكشن راح ينعمل له كول 100 مره لانه اللوب هي راح تتنفذ 100 مره. اللوب هي يعني راح تنفذ 100 مره، فانا هون راح اعمل كول للفانكشن 100 مره وراح يطبع لي الارقام اللي هم ايفن، راح يطبع لي الارقام هم إذن. يعني هذا مثال انه كيف ممكن تعمل كول لفانكشن اكثر من مره. هيرا لاحظوا معي على الطبع الارقام الايفن هم 0 2 4 6 8 10 الى 98 الى 98 لانه اخر رقم 9 يعني 90 اود، فالاود ما راح تحقق عليه الشرط، فهيك طبع الارقام اللي هم الايفن. طبع الارقام الايفن اوكي. طب الان في سؤال عندي، البادي لهذا الفانكشن هو is even كم لاين؟ البادي للفانكشن كم لاين؟ كم لاين؟ 2 البادي للفانكشن 2. نعم هم سطر 21 22 هذول البادي. طيب الكول للفانكشن باي لاين؟ الكول للفانكشن باي لاين؟ 26 25 بلاين 25. تمام الكول للفانكشن بلاين 25 اللي هو الاز ايفن، اللي هو از ايفن. اوكي طيب اوكي خلينا نرجع الان للسلايدز. طيب return عن statement. The return statement indicates the value that is returned by the function. The statement is optional. The function can return nothing if no return. Function is often called a procedure. لأن جملة return بالfunction اللي هي القيمة اللي برجع لك هذا الفانكشن بعد ما يعمل calculation، يعمل عملية حسابية معينة، برجع لك قيمة للمكان اللي انت عملت كول للفانكشن منه. وين ما انا عملت كول للفانكشن هو برجع له قيمه لذاك المكان، سواء كان جمله برنت او كان جمله تعيين assignment الى فاريبل. الان جمله الريتيرن هي عباره عن اوبشنال يعني اختياريه. جمله الريتيرن اوبشنال يعني ممكن انا احطها ممكن لا، حسب الحاجه وحسب البروبلم اللي انت عم تعمل فانكشن عشانها. لكن اذا انت ما وضعت جمله ريتيرن بالحاله هاي الفانكشن احنا بنسميه بروسيجر، الفانكشن بنسميها بروسيجرز. هاي حاله خاصه من الفانكشنز اللي ما فيها ريتيرن فاليو. اذا ما كان عندك ريتيرن فاليو بالحاله هاي الفانكشن بنسميها يعني بنسميه بروسيجر. هاي حاله خاصه، لكن غالبا الفانكشنز بيكون في جمله ريتيرن، وجمله ريتيرن ممكن تعمل ريتيرن لون فاليو او لاكثر من one value. يعني ممكن اعمل انا return ل 1 or 2 or 3 or 4 or 5 values، ممكن اعمل return لاكثر من one value، وممكن اعمل return ل list. انا ممكن اعمل return ل list. على كل حال احنا لما ناخذ موضوع البروسيجرز احنا نعطيكم مثال على function بدون جمله return. اوكي الان كيف بدنا نعمل اكستراكتنج للفاولز لاحرف العله؟ عندنا الان الكود اللي امامنا define get vowels in word، انه انا بدي اعمل function يطلع لي الفاولز اللي هم حروف العله من اي كلمه، فبياخذ parameter word. طبعا هي واضح انها comment return vowels in an string word include repeats. الفاولز انا راح اعمل extraction لها، راح اطلعها، ولو الفاول تكرر انا راح اجيبهم باكملهم. لان عندنا هون فاول اس تي ار اللي هي الاي اي اي او يو، هاي احرف العله باللغه الانجليزيه، انا وضعتهم بسترنج، انا وضعتهم ب يعني سترنج عشان اسهل عمليه السيرش عليه، عشان اسهل عمليه البحث عنهم. بعد هيك فاولز ان وورد ايكوال امتي، ان الفاولز موجودين عندي بالوورد لحد الان امتي، لحد الان امتي. فانا هون عملت initialization، عملت initialization، عملت يعني وضعت قيمه ابتدائيه او اوليه بالvowels in word، انه بالكلمه عندي كم من حرف vowel لحد الان
empty، ما عندنا ولا يعني vowel. بعد هيك for character in word، الword اللي تم إرسالها للfunction. For character in word بدي مر على كلمة الword character by character. Character by character. If character in vowel str، هل الكاركتر موجود بالفاول str اللي هم ال a e i o u، هل موجود فيهم؟ يعني هل هذا الحرف هو من حروف العلة؟ إذا كان نعم، vowels in word، الفاولز in word عبارة عن plus equal character، ضيف هذا الكاركتر إلى الفاولز in word، وبيبقى يستمر هذا اللوب إلى أني أمر على أحرف الword كلهم، إني أحمر عن الأحرف الورد كلهم، وآخر إشي بدي أعمل return للvowels in word. آخر شيء أنا بدي أعمل return للvowels in word. طيب لو كان عندي أنا الآن عملت call للfunction، عملت call للfunction هاي print، و أوكي الاسم الfunction كبير get underscore vowels in word، sorry in underscore word of، الكلمة كانت علي space أحمد، وسكن القوس. اوكي عملنا كول للفانكشن، عملنا كول للفانكشن بالطريقه هاي، print get vowels in word اللي هو اسم الفانكشن، وبعثنا له علي احمد، بعثنا له علي احمد. اوكي الان مين يحكي لي شو الناتج راح يكون عندنا لما ننفذ هذا الكود، ويعمل call للفانكشن ويرسل لي علي أحمد إلى كلمة word وينفذ هذا الكود، مين يحكي لي شو رح يطبع بيانات؟ مين يحكي لي شو رح يطبع بيانات؟ ايه بس ايه تمام. هاي مرام رأيي ايه. اوكي طيب خليني اسأل سؤال قبل هيك، الان عندنا هون جملة لوب، هاي الفور كاركتر ان وورد، الفور كاركتر ان وورد هذا اللوب رح يتكرر كم مرة؟ يعني فور كاركتر ان وورد رح يمر على كم كاركتر؟ 1 2 3 4 10 50 قديش؟ 5. راح يمر على 5 كاركتر. طب ايش هم الخمسه؟ ايش هم؟ لهم الفاولز هذول، الفاولز. اوكي بس انا هون الفور كاركتر ان وورد راح يمر على الكاركتر موجودين بالوورد، الوورد ما في يعني الوورد إشي والفاول اس تي ار إشي ثاني، راح يمر هو على الكاركترز موجودين بكلمة الوورد، بالوورد. وأنا إيش باعث للوورد؟ هيو get vowels in word، أنا باعث له هذا السترينج. ففور كاركترز in word راح يمر على كم من كاركتر هنا؟ الكار كاركتر راح تمر على كم من رمز؟ راح تمر على كم من رمز؟ 8 اللي هي علي أحمد كاملة بالضبط، 8 راح يكونوا 8. خلينا نعدهم، 1 علي أحمد فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 رموز. ففور كاركتر ان وورد هون راح يمر على 9 رموز اللي هم رموز النص اللي أنا بعثته للفانكشن، مع علي أحمد هذا راح يعمل
راح يعمل سند لإله، راح يرسل لي اياه على الوورد. وهنا فور كاركتر ان وورد راح يمر على هذا النص، راح يمر على كاركتر باي كاركتر. طيب اف كاركتر ان فاول اس تي ار، راح اول اتريشن راح تكون كاركتر قيمتها A. هل A موجوده بالفاول اس تي ار؟ نعم ولا لا؟ نعم نعم موجوده، الكاركتر A موجوده بالفاول اس تي ار، هي لانه A موجوده. فاذا الفاولز ان ووردز راح تكون بلس ايكوال كاركتر، راح يضيف لك A اول شيء مع الامتي، مش كانت الفاول ان وورد امتي، فراح يضيف لي الان الA. هذا في اول اتريشن، في اول دوران. دوران الثاني، اتريشن الثاني، راح تكون كاركتر ايش بعد الA؟ شو عندنا هنا؟ L، راح تكون عندنا L، راح تصير كاركتر L. هل الL موجودة بالفاول STR؟ لا لا مش موجودة، فاذا الشرط ما تحقق، فبنتقل للنكست اتريشن، بتصير كاركتر I. هل كاركتر I موجودة بالفاول STR؟ موجوده موجوده، فاذا بضيف لي الفاول ان وورد بلس ايكوال كاركتر، بضيف لي ار عفوا اي على الفاولز ان وورد. الفاولز ان وورد فيها A، راح تصير A واي، راح تصير A واي. الان النكست كاركتر سبيس، هل سبيس موجود بالفاول يعني اس تي ار؟ لا سبيس مش موجود بالفاول اس تي ار، فاذا الشرط ما تحقق، فبنتقل للنكست. النكست اتريشن A، هل A موجودة بالفاول STR؟ نعم موجودة، الـ A موجودة بالفاول يعني STR، فإذا بضيف الـ A على الفاولز in word، فبتصير A I A، بتصير A I A. بعد هيك H، هل H موجودة بالفاول STR؟ لا. بعد هيك الـ M، هل الـ M موجودة بالفاول STR؟ لا. بعد هيك الـ A، هل الـ A موجود بالفاول STR؟ نعم، فإذا بضيف لي إياها على الفاولز in word، فبتصير A I A A، بتصير A I A A. وآخر إشي D، هل الـ D موجود بالفاول STR؟ لا مش موجودة، فإذا بنتهي اللوب، لأنه الفانكشن خلاص، عفوا لأنه يعني السترينج خلاص. وآخر إشي بيعمل returns لفاولز in word، فبرجع لي إيش يا ترى؟ رجع لي ايش هلا؟ ماشي يا ساجدة، ما في مشكلة. طيب يا شباب، برجع لي ايش؟ return vowels in word راح تكون ايش يا ترى؟ الفاولز ان وورد، ما انا هلا حليتها، هلا حليتها، الحل موجود قدامكم، شو مالكم؟ ايش القيمه اللي راح يعمل ريتيرن لها يا شباب يا صبايا؟ ايش القيمه راح يعمل لها ريتيرن؟ اي 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 بعكسها يعني، راح يعني رجع لي اي 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 A I A A، هيا A I A A، إنه هذا النص في vowels اللي هم ال A ال I ال A وال A. بالضبط، أنا أعطيتك الجملة معادية مباشرة. هل هي مش معكوسة؟ بتكون لا، بتكون A I A A، لأن كل مرة بجمع لك ال vowels in word مع الكاركتر، فأول مرة بجمع لك ال empty مع ال A فبتصير A، ثاني مرة بجمع لك ال A مع ال I فبتصير A I، بعدين بجمع لك الـ A مع الـ I مع الـ A بتصير A I A، وآخر إشي بجمع لك معهم الـ A فبتصير A I A A، فبرجع لي A I A A اللي هم الـ vowels الموجودين بهذا النص، الـ vowels الموجودين بهذا النص. طيب مين نكتب للكود؟ أو شباب مين عم تطبق مع الكود؟ معلش خليني أشوف مين عم تطبق مع الكود؟ مين عم تطبق مع الكود؟ ما حدا؟ ما شاء الله.
هي صراحة مواد البرمجة إذا ما كتبت الكود ما راح يكون فاهمها صح، يعني ما راح يعني تفهمها بشكل جيد. على كل حال أنا بعرف إنه مشغولين بالامتحانات والمد بما إنه بلش. طيب خلينا الآن أوكي خلينا ننتقل للي بعده. طيب خليني أعطيكم مثال ثاني، معلش مثال ثاني. إذا أنا عملت print يعني أنا عملت passing أوكي هاي print get vowels in word بعثت له فدي ليان مو ماني اوكي خلينا نحكي ليان مو ماني بس ليان المومني اتبعوا لي يا معلش واحكوا لي الان ايش راح يعمل ريتيرن، يعني شو القيمه راح يعمل ريتيرن لها وراح يطبع لي اياها، لانه هنا عندنا print get vowels in word وانا اعطيه string وانا اعطيه يعني string، ايش راح يطبع لي نتيجه هذا الكود، ايش راح يطبع لي نتيجه لما اعمل كول للفانكشن وبدي له عليان مومني عليان مومني وبدي له اهل word. احكوا لي الان ايش راح يعطيني vowels in word، هي معكم دقيقه تتبعوا البرنامج تحكوا لي ايش النتيجه راح يعني نرجع لي اياها. مين كمل يا شباب يا صبايا؟ رحيت أنا يا دكتور. أمرا. A E A O I A E A O I O بالضبط. هاي تمام يا مرام مشكورك. طيب مين كمان حل؟ مين حل؟ هل في حل ثاني نفس الحل؟ أقصي؟ دكتور هيدا السؤال إذا سمحت. أوكي إذا أنا الآن عملت الفانكشن موجود عندي وعملت كول لإله عملت كول لإله وبعثت له عليان مومني عملت كول له اللي هي عن طريق print get vowels in word هي كول للفانكشن get vowels in word وبعثت له عليان مومني راح يتنفذ ويعمل return للفاليو هي الفاليو راح يعمل return لها راح يتم طباعتها فهذا الكود اذا انا نفذته ايش مطلوب يعطيني نتيجه شو النتيجه المطلوب يعمل print لها اللي هي return value ايش راح تكون return value اللي هي vowels in word عليان مومني الفاولز ان وورد راح تكون عليان مومني ما انا عليان مومني انا بعثته للفانكشن هي الوورد انا هنا مش عامل ريتيرن للوورد انا هون عامل ريتيرن للفاولز ان وورد مش للوورد انا بعثته فمش عليان مومني لا مش عليان مومني
شباب هذا السؤال أغلبه على مادة الميد صراحة، أغلبه على مادة الميد، في جزء بسيط منه على الفانكشنز، لكن أغلبه على مادة الميد، على السترينجز وعلى الإف وعلى اللوب. فاللي مش عارف يحله صراحة ما بعرف كيف راح يكون وضعك بالامتحان، بامتحان الميد. دكتور هو راح يمشي فور لوب للفول ستار بالضبط. الكلمة اللي الحرف اللي مكرر ما رح يعني ما رح يطبعه صح؟ يعني الـ A ما رح يطبعها، الـ L رح يطبعها، الـ E رح يستثنيها. هلا يا لانا هون نحن رح ندور على الفولز الموجودين جوا الكلمة، فأي فول رح أنا أجمعه بالفولز in word، لو تكرر رح أحطه ما في مشكلة. لأنه كل مرة بشيك على الكاركتر in vowel str اللي هي الفور كاركتر in word، رح أمر على الword على النص هذا حرف حرف فور كاركتر in word. if كاركتر in vowel يعني str، أي كاركتر بالكلمة هاي موجود بالvowel str اللي هي a e i o u راح أضيف على الvowels in word. طيب يا شباب يا صبايا مين يحكي لي شو الحل راح يكون؟ هي زي ما بدكم تحكي انه الحل A E A O I، حلها صح ولا في تعديل عليه؟ طيب خلينا نمر عليهم. يعني عليان عندنا ال A موجودة هنا، فإذا بضيف أنا على الـ vowels in str هي A. بعدين عندنا الـ L مش vowel. بعدين عندنا الـ E من الـ vowels، نعم فـ A E صارت، ضفنا A مع الـ E. الـ Y مش من الـ vowels، الـ A موجودة بالـ vowels، فإذا A E A سوري راح يصير A E A. اوكي ال A E A، بعدين عندنا N مش من الفاول، السبيس مش من الفاولز، الام مش من الفاولز، الاو من الفاولز، فراح نضيف الاو A E A O. تمام. بعدين عندنا الام مش من الفاولز، عندنا ال A من الفاولز، فبضيفه بعد ال بعد الاو عندنا A، بعد الاو عندنا A، بعدين الـ N مش من الـ vowels، بعدين عندنا الـ I من الـ vowels، فرح يعمل return لـ A E A O A I اللي هم الـ vowels الموجودين بالـ string، الـ vowels الموجودين بالـ يعني string. طيب يا شباب واضح ولا لا؟ أحد عنده أي سؤال؟ تفضل. لو كان في سبيس بالفول اس تي ار راح ينطبع كمان معهم؟ لو كان في سبيس وين عفوا انت قصدك؟ هون بالفول اس تي ار هنا بالضبط، لو في بيناتهم سبيس مثلا بين اي و اي لو كان في بيناتهم سبيس بيعتبره فول، فبضيفه وين ما بلاقيه هنا بضيف لي على الفولز ان وورد. تمام دكتور، عشان هيك حط لي اياهم ورا بعض مباشره، ما في بيناتهم ولا سبيس ولا سبيس. اوكي طيب الان وظيفة لكم على هذا السؤال، وظيفة لكم لان هون هو عم يرجع لي الفاولز ان وورد. طيب انا الان بدي اياه يرجع لي الوورد without vowels، بدي اياه يرجع الوورد without vowels، يعني بعثت له كلمة معينة او فقرة بدي اياه يعملها معالجه الفاولز يستثنيهم ويعمل ريتيرن لهي الوورد without vowels. فهي عباره عن وظيفه لكم انه اعمل فانكشن بحيث اقرا جمله وبدي اياه يعمل ريتيرن ارجاع للجمله without vowels،
هو الآن عم بدور على الفاولز عم يلاقيهم أوكي تمام، لكن أنا بدي أدور على الفاولز وما بدي أضيفهم على الجملة، يعني بدي زي أشيلهم من الجملة. هاي بعتبرها زي بضيف لكم. دكتور نعم أم محمد بصير إنه ما مش أعكس الجملة بس أخليها نفس ما هي وأضيف الحروف الثانية وأحذف الحروف الفاولز من ال. عيد محمد معلش عفوا عيد. أشيل الحروف الفاولز. محمد صوتك واطي. الفاولز STR أشيل هنا وحط. أشيل حروف الفاولز دكتور. أشيل حروف الفاولز تمام. سامعني؟ صوتك كان كتير واطي. وأحط مكانهن كل الحروف الثانية. بصير يبحث عنهن ويحطهن. هلا شوف أنا بدي إياه أشيل الفاولز وباقي الحروف تكون موجودة. يعني عنده هون عليان موماني يشيل الال الاي عفوا يخلي الال يشيل الاي يخلي الواي يشيل الاي ويخلي الان السبيس الام يشيل الاو يخلي الام يشيل الاي يخلي الاي يشيل الاي ويخلي الان ويشيل الاي. يعني تعديل بسيط على الكود هو اصلا لانه هذا الكود اصلا عم يدور على الفاول سو دكتور بجمله الاف هذا هذا وظيفه هاي وظيفة هاي وظيفة أنتوا بتفكروا فيها بتحلوها نحن اليوم دكتور اللي... نفس هاي الجملة ليان مومني صح؟ عليها أو على غيرها ما في مشكلة أنا بهمني الكود هنا يكون تبعك صح تمام. على كل حال بنحدد موعد التسليم نحن اليوم الثلاثاء خلينا نحكي للأحد القادم هي معكم خمسة أيام للأحد القادم هو الكود بسيط يعني. طيب الآن رح ننتقل لموضوع آخر قعدنا فترة طويلة على هذا المثال passing many arguments to function كيف ممكن أرسل أكثر من argument للfunction write a python code a program to enter two numbers n1 n2 and calculate summation sum using and defining a function called sum fun n1 n2 هون الآن بدنا نعمل function اللي هو sum fun بحيث يأخذ two arguments يأخذ two parameters ويرجع لي السميشن اللي لهم اللي هو الحاصل الجمع تبعهم وهذا المثال اللي احنا أخذنا واحد مثله فديفاين سم فن اللي هو A و B Z يساوي A plus B جمعت A مع B وضعتهم في Z بعد هيك return لZ اللي هو مجموع A و B الآن print program to sum two numbers N1 plus N2 N1 equal float of input of enter number N1 هون بدخل قيمة N1 وبحولها لفلوت وبخزنها ب N1 بعدين N2 يساوي float of input of enter number N2 هون بدخل قيمة الرقم الثاني وبحول لي إلى float وبخزنه ب N2 بعد هيك S يساوي sum fun of N sum fun function of N1 و N2 وبيتم وضع الناتج بـ S print هنا بيطبع لك الناتج اللي هو N1 قديش قيمته N2 قديش قيمته زائد N1 زائد N2 بيعطيك آخر شيء الناتج اللي هو summation كـ S بيعطيك summation كـ S. طيب أوكي لو أنا الآن هنا مثلا دخلنا قيمة N1 كانت عبارة عن خمسة وN2 كانت عبارة عن ثمانية N1 خمسة وN2 ثمانية لما نعمل call للفانكشن قيمة A راح تكون قديش يا ترى خمسة راح تكون قيمة A خمسة تمام وقيمة B ثمانية راح تكون ثمانية تمام لأنه أنا عامل sum fun N1 خمسة N2 ثمانية فبيتم إرسالهم للفانكشن بصير N1 A بتصير خمسة لأنه هي أول واحدة sum fun of خمسة وثمانية فبتصير خمسة وثمانية B بتكون ثمانية و A بتكون خمسة ف A زائد B Z كم راح تكون قيمة Z يا ترى؟ 5 زائد 8 قديش 13 وراح يعمل ريتيرن لل 13 بيعمل ريتيرن لل 13 هي 13 راح يخزنها باي متغير بالسم بالاس
بالأس. هي 13 راح تكون مخزنة في الأس 13. وبطبع مجموعة أشياء، وآخر شيء بطبع لي دسميشن راح تكون عبارة عن الأس اللي هي 13. أوكي، هذا المثال اللي احنا طبقنا واحد زيه، وحتى مرة ودينا له نحن string وstring فعمل plus بيناتهم، فعمل بيناتهم concatenation ورجع لك الناتج. لكن هنا أنا عم ببعث float وfloat. أوكي، functions calling دكتور ممكن نرجع للمثال اللي قبله؟ عفوا نرجع للمثال، يعني المثال نفسه. لو أعطينا قيمة الفلوت يعني فواصل عشرية، تمام؟ أوكي، أعطينا فلوت يعني أعطينا هنا N1 مثلاً 5.5 نحكي 2.2 بلا. أوكي تمام، أعطينا N1 قديش؟ أعطيني قيمة من عندك. 5.5 5.5 في مدة تونة. أوكي، وأنتو قديش؟ 8.5 8.5 أوكي، هاي تكون 8.5 السنة دي، هاي 8.5. أوكي، والآن بيعمل إرسال للثمانية ونص اللي هي N2 لبي، والN1 خمسة ونص إرسالة لA، فبيجمع خمسة ونص زائد ثمانية ونص راح تكون قديش قيمتها؟ 14. راح تكون قيمتها 14 كفلوت، 14 كفلوت دوت زيرو. بيعمل ريتيرن لإلها، وآخر شيء هنا بيطبع لي القيمة قديش؟ 14. هو كفلوت أكيد، أنا يعني التايب ما دقف عليه كثير في فاصلتين عشريات. أوكي يا صبية لنا، هيك أمور تمام؟ تمام، شكراً. والهمك. أوكي، functions call functions، ممكن الفانكشن يعمل call لفانكشن، ممكن function يعمل call لفunction، فهي النقطة مطلوب ننتبه لإلها. مين عمل call للثاني بالبداية؟ ونتبع عملية الكولينج، نتبع عملية الكولينج أو الاستدعاء، والcall للfunction بيكون عن طريق استخدام اسمه. example، write a python code program to define three numbers هم a و b و c، كل واحد في قيم، and call function sum1 x و y و z to sum their squares by calling another function. فالآن هون بدي استعمل two functions. أول function هو sum1، رح يعمل summation ل x و y و z، لكن رح يعمل summation لل square يعني لمربع، لتربيع x وتربيع y وتربيع z. وبدي استعمل function ثاني اللي هو ال square اللي هو ال sqr، بحيث أربع الX وأربع الY وأربع Z وبعد هيك أجمعهم مع بعض. فأنا بدي أستعمل two functions، الفانكشن الأول sum، الفانكشن الثاني اللي هو الـ SQR، بيعطيك المربع لأي رقم أو التربيع عفوا لأي رقم. فالآن المثال اللي أمامنا عندنا define SQR of W و return w ضرب w. هذا الفانكشن الكود تبعه بسيط جدا، انه بياخذ w وبرجع لك w في w، يعني برجع لك التربيع لإله، التربيع اللي لإله حاصل ضرب الرقم بنفسه. الفانكشن الثاني define someone x و y و z، i يساوي sqr of x. لاحظ معي انا هون عامل call جوات someone لمين؟ للsqr، بحيث أربع الـ X عن طريق الـ SQR، لأنه الـ SQR بترجع لي W في W. فلما أبعث له X أنا، فبرجع لي X في X اللي هي حاصر تربيع الرقم، فحاصر التربيعه بيكون بـ I. بعد هيك في J بستعمل الـ SQR of Y، البارامتر Y بوديه للـ SQR، برجع لي
التربيع اللي لإله، فبتخزن بـ J، وآخر إشي K يساوي SQR لـ Z، بربع الرقم Z فبرجع لي Z ضرب Z، بخزنه بـ K، بعد هيك return لـ plus لـ I plus J plus K. أوكي، لما عندنا في المين كود، في المين كود عندنا A يساوي 3، الـ B يساوي سالب 4، الـ C يساوي 1، والريزلت يساوي sum one of A B C. عملت call للsum one وبعثت له الـ A 3 والـ B سالب 4 والـ C 1، وبعد هيك بتطبع لك النتيجة. طيب الآن أنا عندي الـ functions الـ 2 وعندي الـ main program. الآن سؤال، أول line بتنفذ بهذا البرنامج إيش هو؟ وين هو اول لاين بتنفذ في البرنامج؟ define sqr، define sqr. هلا شوفي هذا هو بتعرف عليه، بس اول لاين بصير عمل execution لإله بتنفذ حقيقه اللي هو الاي يساوي 3 بالضبط، اي يساوي 3، هذا اول لاين بتنفذ. لانه لو عندي انا function مش عامل كول لإله خلص بمر عليه مرور، بمر عليه مرور، فاول لاين بتنفذ عندي اي يساوي 3. طيب اوكي، الآن مين الفانكشن اللي أنا عامل إله كول بالقبل؟ someone ولا sqr؟ مين الفانكشن عامل كول إله في القبل؟ someone ولا sqr؟ someone أكيد. أنا عامل هاي عندي a يساوي 3، b يساوي سالب 4، c يساوي 1، وresult يساوي someone of abc. لما ينفذ someone of abc أنا هون بعمل كول للفانكشن، هذا كول، فبيعمل كول لإله وبدي لك الـ A اللي هي 3 لإكس، بتصير إكس عبارة عنها 3 لأنه الـ A ببديها لإكس و A قيمتها 3. عندي someone of ABC، A 3، B سالب 4 و C 1، فالثلاثة بتم إرسالها لإكس اللي هي A، والـ B اللي هي سالب 4 بتم إرسالها لـ Y، فبتصير Y سالب 4، والسي بتم إرسالها إلى زد، السي اللي هي الواحد بتم إرسالها إلى زد، فبصير زد واحد، اللي هم الأي بي سي 3 وسالب 4 و 1، هايون 3 وسالب 4 و 1. الآن جوا الفنكشن سم، لاحظوا معي في عندنا كول للفنكشن SQR، فجوا الفنكشن سم عندنا SQR of X بيودي X اللي هي 3، هنا عندنا SQR of X هذا كول لهذا الفنكشن، فأول مرة بودي لي الثلاثة للـ W، بيعمل كريتيرن لقديش يا ترى؟ إذا بعث SQR of X يعني SQR of 3 بعثناه للفنكشن SQR برجع لي قديش؟ 9، برجعني قدي 9 اللي هي 3 في 3، ريتيرن 3 في 3 فبرجع لي 9، فتسعة تخزن بـ I. الآن SQR of Y، الY سالب 4، لما أعمل كول لإله مرة ثانية رح أودي له السالب 4، رح أودي له السالب 4، فبيعمل كريتيرن لقديش إذا بعثت له السالب 4؟ 16، راح يتعمل ريتيرن ل 16، تمام، اللي هو الـ يعني سكوير تربيع. وآخر إشي SQR of Z، الزد عندي واحد، لما أودي الواحد للـ SQR بيعمل كريتيرن لقديش؟ واحد، لواحد، تمام، فصار عندي الـ I 9 اللي هي مربع 3، الـ J 16 اللي هي تربيع سالب 4، والـ K 1 اللي هي مربع الواحد، وآخر إشي ريتيرن لـ I plus J plus K. فكم القيمة الآن رح يعمل ريتيرن لإلها؟ return i plus j plus k، هاي عندي قيمة i و j و k 26، رح تكون 26، رح تكون 26 بالضبط، فالريزلت رح تكون 26، هاي هون 26، يعني نتيجة الفانكشن هذا على الداتا هاي رح يكون 26 النتيجة اللي عملنا إلها return، وهي تخزن بالريزلت. بعدين بيعمل print when a equal 3 و b equal سالب 4 و c equal 1 the summation square equal
الريزلت اللي هي 26. فالناتج راح يكون 26. فهذا مثال على فانكشن بيعمل كول لفانكشن، انه someone هو بيعمل كول للاس كيو ار، someone بيعمل كول للاس كيو ار. طيب شباب، في حد عنده اي سؤال؟